نص المستوى الأول اتفاجأ أنه ما في محمد الفهد قدامك أصم، يلا خارج نفسك، خارج نفسك مع الأصم. فهذا هو نظامنا في التدريب، بحيث أنه خلاص المستوى الثاني، نهاية المستوى الثاني تحصل نفسك أنت متميز في اللغة، بس باقي أنك تمارس، باقي أنك تطلع على المنصات وعلى الشاشات التلفزيون، وهذا هو هدفنا يعني. طيب أستاذ أحمد، سؤال، أهمية لغة الإشارة في المجتمع؟ تمام، سؤال جدا جميل، لأنه شوف دائما الناس لما أشوف أن أترجم أشياء ولا كلمة كلمتين بروشور ولا تغريدة التغريدة مثلا تكون مبشرة للحكومة السعودية ولا للشعب السعودي، دائما لما نترجم يقول يا أخي أصم يقرأ، ليش تترجم؟ ليش تترجم؟ خلاص الأصم يقرأ وانتهى الموضوع، هي مو صوتية، هي تغريدة أساسا. أنا دائما أقول أن الأصم يعني نقدر نقول مو كل الصم يعرفون يقرؤون يكتبون، فبالتالي لابد أني أضيف لغة إشارة، لازم أخلي لغة إشارة موجودة. ليش؟ لأن مو كل الصم يعرفون لغة القراءة والكتابة، فبالتالي ما عنده لغة واحدة إلا لغة الإشارة. تدري وش اللي يستفز الأصم؟ وش يستفز؟ لا قلت لك كذا، اكتب وش تبي، يزعل الأصم، يزعل، ليش تعطيني القراءة؟ صح، أنت تدري أني أنا ما أعرف أكتب، ليش تخليني أكتب؟ طيب سؤال أستاذ محمد، هل الأصم والأبكم من ولادتهم ولد أصم وأبكم؟ نعم. هل هو يعاني في التدريب؟ شوف في الكتابة والقراءة؟ إيه يعاني، والسبب إنه إنه في حلقة مقصوصة، إذا هو يكتسب المعلومات في التعليم، لكن لما يروح البيت يلقى البيت ما في، ما حد عنده لغة إشارة، فبالتالي الأسرة ما يتعاملون معه بلغة الإشارة، فهو ما عنده إلا المدرسة. المعلم قاعد يكافح ويجتهد عشان يعلم الأصم، لكن لما يروح البيت ما يلقى الناس اللي تخليه يمارس الكلام. حنا نقدر نمارس عن طريق الراديو، عن طريق التلفزيون، عن طريق أي مكان نسمع سنابات وغيره، لكن ما ترجع لنا المعلومات مثل الأصم. الأصم يحتاج لغة إشارة عشان ترجع لنا المعلومات. بس في نقطة واحدة، ليس كل أصم أبكم، يعني غلط أن نقول صم بكم، نقول صم وضعاف سمع. الأبكم لا يوجد إعاقة اسمها بكم، وهي حالة نادرة جدا عشان توضح. الأصم اللي ما يسمع شيء نهائيا، الأبكم اللي ما يصدر صوت، مو اللي ما ينطق الكلمات. صح، يعني في واحد ممكن يطلع صوت، هذا مو أبكم، هذا يحتاج تدريب، يقدر يتكلم عادي. وضعيف سمع، ضعيف سمع اللي عنده بقايا سمعية، اللي يستخدم السماعة أو زراعة قوقعة أو أي كان من الأمور الثانية يعني. بعد إذنك أستاذ محمد، خذ راحة. أخيانا اللي منكم عنده سؤال يبغى يوجهه لأستاذ محمد، يتفضل. يا هلا، الله يحييك يا هلا.